ذكر الله إذا كان الذين يمنعون المسلسلات غيظ على الصحابة الذين يقولون بالجواز ويضعون أيديهم في المسلسلات ويصححون ويقومون برسائل إصلاحية أكثر غيرة. هؤلاء أيضا نحن نتحرك على هذا المسلسل ما بالغيرة على الصحابة. أما ما ينشر وما سينشر في رمضان من تمثيل الصحابة فهذه جريمة نكراء ومصيبة عظيمة سكت عنها الكثير من الناس، ونحن لا يهمنا كونه أشرف عليها بعض الكتاب في هذا العصر الذين كانوا بالأمس يكفرون بالغناء وببعض الأعمال ببعض المعاصي، وإذا بهم يقعون فيما كانوا يكفرون به فيستبيحون أعراض الصحابة، يستبيحون أعراض الصحابة. أشرف عليها فلان وفلان وفلان من أدعياء زعامة الصحوة، أشرفوا على هذا الفيلم الخبيث. وقد صدر علماؤنا بيانا بخطورة ذلك والتحذير منه ومن سماعه، لأن بعض الشباب الذين يتبعون خلف كل ناعق يتبعون كل ناعق إذا رأوا أنه قد أشرف عليه فلان وفلان وفلان من يسمون بزعماء الصحوة يغترون بذلك، لأنهم لا يدركون خطورة تمثيل الصحابة. يأتي نصراني ولا داعر ولا خبيث ولا ملحد فيمثل يقوم بدور من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو بدور وأخرى داعرة تقوم بدور زوجته، وأخرى مجرمة تقوم بدور فلانة وفلانة، وآخر يقوم بدور عمرو بن العاص، وآخر يقوم بدور معاوية رضي الله عنه رضي الله عنهم أجمعين. هذا إجرام في حق المسلمين وفي حق الصحابة، وهذا قد كشف لنا مدى ضياع هؤلاء الكتاب وفهمهم لعقيدة الإسلام. الذين أشرفوا على هذا الفيلم كشف لنا أنهم أن قلوبهم غلف، وأنهم سفهاء، وأنهم قليل حياء، وأنهم لا يستحون من الله ولا من رسول الله ولا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم مجرمون. والذي أدين الله بهم أنهم بمثل بتأييد مثل هذا الفيلم والإشراف عليه أنهم مجرمون. هذا إجرام في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو نقل هذا الكلام إلى من شئتم. احذروا ثم احذروا ثم احذروا من الجلوس على هذه الفضائيات وسماع هذه التمثيليات الخاسرة. نسأل الله أن يجازي وأن يعاقب وأن ينتقم ممن قدمها للمسلمين عاجلا غير آجل، أو أيدها أو دعا إليها أو صنعها أو قام بأدوارها أو أفتى بجوازها. نسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.